هو مؤسس الدولة العثمانية التي حكمت ما يقرب من 600 سنة. إنه الأمير الغازي أرطغرل بيك بن سليمان شاه القايوي التركماني، أو اختصاراً أرطغرل، ومعناها بالتركية الرجل العقاب. ولد عام 1191 للميلاد، وينحدر من القبيلة الأولى من قبائل الأوغوز البالغة 24 قبيلة، وأيضاً أباه وأجداده هم أمراء هذه العشيرة. ومذهب القبيلة والأسرة هو الحنفي من أهل السنة والجماعة، وغالباً ما يشار إلى أرطغرل وإلى ابنه عثمان وإلى نسلهما من سلاطين الدولة العثمانية باسم غازي، أي مقاتل أو مجاهد في سبيل الله رفع كلمة الإسلام. ووفقاً لرواية التراث العثماني، فإن أرطغرل وأتباعه دخلوا في خدمة سلاجقة الروم بعد وفاة والده، وكوفئ بالسيادة على بلدة سكودة الواقعة على الحدود مع الإمبراطورية البيزنطية في ذلك الوقت. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التاريخية التي أدت إلى تأسيس الدولة العثمانية. لا توجد أي مصادر إسلامية أو بيزنطية معاصرة لأرطغرل تتحدث عنه، ولكن هناك تفاصيل مكتوبة عن حياة أرطغرل في السجلات العثمانية الأولى التي ترجع إلى القرن الخامس عشر الميلادي، ولكنها تبدو في نظر بعض المؤرخين أسطورية إلى حد كبير. شاهد أرطغرل جيشين مشتبكين، أحدهما رافع راية الإسلام، فوقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظره بهذا المنظر المألوف لدى الرحل من القبائل الحربية. ولما آنس الضعف في أحد الجيشين وتحقق انكساره وخذلانه، إن لم يمد إليه يد المساعدة دبت فيه النخوة الحربية، ونزل هو وفرسانه مسرعين لنجدة أضعف الجيشين، وهاجم الجيش الثاني بقوة وشجاعة عظيمتين، حتى وقع الرعب في قلوب الذين كادوا يفوزون بالنصر، حتى هزمهم شر هزيمة. علم أرطغرل بأن الله قيده لنجدة الأمير علاء الدين كيقباد الأول سلطان قونيا إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة آل سلجوق. كافأه الأمير علاء الدين على مساعدته له بإقطاعه عدة أقاليم ومدن، وصار لا يعتمد في حروبه مع مجاوريه إلا على أرطغرل ورجاله، وكان عقب كل انتصار يقطعه أراض جديدة ويمنحه أموالا جزيلة، حيث شارك أرطغرل في حروب السلاجقة ضد المغول، وقام بهجمات على الأراضي البيزنطية. ونتيجة لمساعدته سلاجقة الروم في حروبهم ضد البيزنطيين، وقد لقبت قبيلته بمقدمة السلطان نظرا لوجودها دائما في مقدمة جيوش السلطان. قام أرطغرل بعد ذلك بضم قرية سكود قرب كوتاهيا، والتي أصبحت عاصمة الدولة العثمانية عام 1299 للميلاد تحت حكم ابنه السلطان عثمان الأول. وأصبح أرطغرل أحد الحكام المحليين الذين يعرفون بلقب أوجبيكي، أي محافظ الحدود، والذين يعملون تحت سلاطين السلاجقة الموجودين في قونيا. وكانت إعداد القبيلة أيام أرطغرل حوالي 400 خيمة، لا يحتمل أن يزيد عددهم على 4000 شخص بما فيهم من النساء والأطفال. وهؤلاء هم الذين كونوا نواة الدولة، بالإضافة إلى الذين انضموا لهم فيما بعد من التركمان الذين قدموا عندما اتسعت رقعة الأراضي التي فتحها أرطغرل خلال نصف قرن كامل. كما أصبح من بين رعاياه مسيحيون روم نتيجة الفتوحات، فاستطاع وضع الأساس لبناء الوطن ومهد الطريق للتحول من طور القبيلة إلى الدولة. سار أرطغرل في طريق المصلحين، وأراد أن يعد قبيلته إعداداً محكماً، وأن يربيهم على القيم والمثل، ويزرع فيهم الإيمان والعمل، وينبت فيهم نبتة ستكون وارثة الظلال كثيرة الأفنان فيما بعد. وكانت مساحة إقطاعية أرطغرل ما بين 1000 إلى 2000 كيلومتر مربع، إلى أن استطاع أن يوسع أراضيه خلال نصف قرن إلى 4800 كيلومتر مربع تقريباً. ظل أرطغرل أمير منطقة حدود في خدمة السلاطين السلاجقة، ووفقاً للروايات التراثية استمر ولاء أرطغرل للسلاطين السلاجقة المتعاقبين، وأعلن ولاءه للسلطان غياث الدين كيخسرو الثالث،
وقدم له هدايا وافرة. وبعد هذا التاريخ سلم أرطغرل قيادة قبيلة قايا إلى ابنه عثمان، ثم توفي بعدها بأعوام قليلة. توفي أرطغرل الغازي وعمره أكثر من 90 عاما، ويوجد له قبر حاليا في مدينة سكودا بناه له ابنه السلطان عثمان غازي بن أرطغرل. وتختلف الروايات في تحديد تاريخ وفاة أرطغرل، وقد جاء تصميم ضريح أرطغرل على شكل بناء مسدس الأضلاع تغطيه قبة، ويتم الوصول إلى قبر أرطغرل داخلها من خلال مدخل مستطيل الشكل على جانبيه نافذتان. بنيت جدران الضريح من صف من الحجارة يعلوه صفين من الطوبة. تم فتح نوافذ مستطيلة على الجدران الغربية والجنوبية الشرقية داخل الضريح. وعندما توفي أرطغرل قام الأمير علاء الدين كيقباد الثالث بتعيين عثمان بن أرطغرل أصغر أولاد أرطغرل مكان والده، وظل عثمان مخلصا للدولة السلجوقية حتى سقطت، فقام بتأسيس الدولة العلية العثمانية لتكون بداية لإمبراطورية جديدة سادت العالم لقرون عديدة تالية. تزوج أرطغرل من حليمة خاتون هانم، ويقال أنه كان لها شأن كبير في مساعدة زوجها وفي إدارة شؤون القبيلة، وكان لأرطغرل 3 أبناء، إلا أن أشهرهم وأكثرهم تأثيراً في تاريخ الدولة العثمانية صاحب البروز والتأثير في خريطة العالم بأكمله، السلطان عثمان غازي، حيث سار على طريق والده في الجهاد ومقارعة الكفار، وانتحل مثل أبيه لقب الغازي عملاً بحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، وأصبح اتخاذ هذا اللقب سنة في نسل الخلفاء العثمانيين من بعده. من 4800 كيلومتر مربع إلى 16000 كيلومتر مربع، وأسس عثمان غازي بن أرطغرل الدولة العثمانية في عام 1299 للميلاد، وكان مركزها وعاصمتها مدينة سكود، وقد صكت أول عملة في عهده. أوصى أرطغرل الغازي ابنه عثمان بوصية طويلة قيمة يحثه فيها بضرورة الاهتمام بأولياء الله من العلماء، ومنهم شيخه إيدابالي. وهناك جزء صغير من تلك الوصية مكتوب الآن عند قبر أرطغرل، وهو الجزء الذي يحثه فيه على عدم عصيان الشيخ. تم إنتاج مسلسل تركي باسم قيامة أرطغرل يسرد سيرته على 5 مواسم. تجربة أرطغرل تجربة ثرية، بطل أخرج جيلاً مميزاً، القوام الذي حفظ الأقوام كان نتاج تجربته خروج الإمبراطورية العثمانية العظيمة التي حكمت ما يقرب من 600 سنة.